بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طارق بن سالم، جامعة اليرموك، قسم الكيمياء. بدنا نشرح في هذا الفيديو موضوع مهم كثير، اللي هو الأسيدز أند بيسز. هذا الموضوع ما شرحناه في الدوسية، طبعا أخذناه في مواد سابقة، كيمياء 103، كيمياء 102، بشكل مفصل جدا، مع الحكي كله، مع الكالكوليشن كاملة. في الأورجانيك ما رح يهمنا كل هذاك الحكي، في الأورجانيك أخذنا الأشياء المهمة. الآن الأسيدز أند بيسز عرفوهن، لهن ثلاث تعريفات. التعريف الأول أرهينيوس، ما ذكروه في الكتاب، ما رح نتطرق له. التعريفين الثانيات يلي هم The Bronsted-Lowry Definition، والثاني The Lewis Definition. طيب بدنا ندرس كل واحد فيهم ونشوف الأشياء كلها. في البداية بدنا ندرس The Bronsted-Lowry Definition. ماذا عرف برونستد ولوري الأسيدز؟ في البداية Bronsted-Lowry acid is a substance that donates a hydrogen ion H+. إيش عرفوا البيس؟ A Bronsted-Lowry base is a substance that accepts a hydrogen ion. هي السبستنس يلي بيكسب الهيدروجين ايون، بينما الأسيد هي السبستنس يلي بيمنح الهيدروجين ايون. ممكن تيجي في الامتحان على شكل إيش؟ إنه بقول لك اي من الجمل التالي الصحيحه او اي من الجمل التالي خاطئه، وبجيب لك واحده من هذول. فانت ايه، لازم تكون تعرف مين اللي بمنح ومين اللي بيعطي حسب برونستد ولوري. نشوف الجنرال، نشوف الجنرال رياكشن اللي بيمشي عليه برونستد ولوري. الجنرال رياكشن كالتالي: عندنا اسيد اتش اي زائد البيس صارت A- زائد HP+. الفكرة إنه عندنا هون الأسيد، هذا هو الأسيد، بيمتلك H، H+ هذا ال H. هلأ هو راح يمنح ال H هاي لهذه البيس. ليش؟ لأنه إحنا حكينا إنه الأسيد شو بيعمل؟ دونيت هيدروجين ايون. لمين بيعطيه؟ للبيس. البيس اكسبت، تستقبل هذا الهيدروجين او الهيدروجين ايون اللي هو اتش بلس، فبتكون عندي شو؟ الكونجوكت اسيد هاي. هذه الكونجوكت اسيد يلي هي اتش بي بلس، والايه؟ الايه راح منه الهيدروجين فصار A ماينس. A ماينس يعني كونجوكت بيس، تمام؟ هذا جنرال رياكشن. راح ناخذ هلا ايش؟ بعض الاكزامبل. فور اكزامبل، في البداية لاحظ هذا الأسيد اللي هو ال HCl. ال HCl هو سترونج أسيد، احنا بنعرف انه سترونج أسيد. لما فعلناه مع المي، المي اسمها أمفوتريك. أمفوتريك يعني تسلك سلوك الحمض إذا تفاعلت مع قاعدة، وتسلك سلوك القاعدة إذا تفاعلت مع الحمض. هون المي تفاعلت مع حمض فهي قاعدة. المي راح تأخذ هذا الأتش من هون من الأسيد، أو الأتش راح يعطي الأسيد راح يعطي الهيدروجين للبيس، ويتكون عندي هذا السابستنس وهو كونجوكت أسيد لل H2O اللي هو H3O بلس، ورايحين ندرسه. والCl بصير Cl ماينس يلي هي الكونجوكيت بيس، تمام. هذا المثال الأول. المثال الثاني، لو أخذنا حمض ثاني اللي هو CH3COOH أو C دبل بوند OOH، حمض الخليك، حمض الأسيتيك أسيد، تمام. لما فعلناه مع OH-
وهي البيس. تكون عندي الكونجوكت بيس اللي هي CH3C دبل بوند او او ماينس زائد ايش ال H2O كونجوكت اسيد. الفكرة انه هذا ال H تم منحه الى البيس. فهذا هو تعريف المنطلق والموضوع للأسيد والبيس. واحد بيعطي H بلس واحد بيستقبله. هذا المثال الثالث. لاحظ عندي المي از أسيد، عندي NH3 وهي الأمونيا ومنعرفها، لكن هون مرسومة از لويس ستركتشر. بيس المي راح تعطي أيون، إيه راح تعطي هيدروجين أيون لهون، تكون عندي N بلس NH4 بلس كونجوكت أسيد و أو H ماينس كونجوكت بيس. هذا التعريف برونستد ولوري، وإيش حكالي عن كل واحدة، إنه الأسيد دونيت هيدروجين أيون، البيس أكسبت هيدروجين أيون. تمام. أسيد أند بيس سترينث، يعني قوة الأسيد وقوة البيس، شلون بدنا نصير نعبر عنها في الكيمياء العضوية؟ لاحظ كيف. إذا أسيد أند بيس سترينث. Acids differ in their ability to donate H+. أي أن الحموض تختلف في قدرتها على إعطاء H+. فمنها strong acid، تمام، فمنها strong acid، هذا هو strong acid such as HCl، مثل HCl react almost completely with water، يعني بتفاعل مع المي بشكل كامل completely. كنا نقول عنه completely dissociation، يعني يتفكك كليا بالمي ونعطيه سهم واحد، فهذا الحمض القوي. بينما whereas acid، يعني عندي ايش الويكر اسيد، عندي حمض ضعيف بالمقابل، مثل الاسيتيك اسيد اللي هو CH3CO2H. هذا الأسيد react only slightly، يعني يتفاعل بشكل، يعني يتفكك آسف مع المي بشكل ضعيف شوي slightly، مش مثل ال HCl والحمض القوي. The exact strength of a given acid HA in water solution is described using the acidity constant KA for the acids for the acid dissociation equilibrium. ال KA كنا نحكي عنه اللي هو ال acid dissociation equilibrium acidity constant، هو اللي بنستخدمه لحتى نعبر عن قوة الحمض. إذا كانت قيمة KA كبيرة فقوة الحمض كبيرة، إذا كانت KA قليلة فقوة الحمض ضعيفة. فلو أخذنا الحموض القوية KA ممكن تصل للمالانهاية في الحموض القوية، وبالتالي KA قيمة KA كبيرة جدا، هذا الحمض قوي يتفكك كليا في الماء. لاحظ HA زائد HA زائد H2O راح يطلع عندي الـ A ماينس، هذه الكونجوكت بيس لهذا الحمض، وهاي الكونجوكت أسيد للمي. لاحظ لما نكتب القانون المي ما دخلت في القانون، شو السبب؟ السبب انه الكونسنتريشن للسولفنت احنا كنا نستثنيه في قانون، تركيز المي ثابت. فلما نكتب K ويكون هون في تركيز للمي لانها في الرياكتنت بنحط من تحت، هذا ثابت والكي ثابت، فبندخلهم بنخليهم ثابت واحد اسمه الكي اي. كي اي ايش اسمه؟ الاسيديتي كونستانت، الاسيد ديسوشيشن اكوليبريم. تمام. هلا السترونج سترونجر اسيد هاف ذير اكوليبريا toward the right، أن الأسيد القوي لما يكون الأسيد قوي وكي له كبيرة، فإن اتجاه التفاعل، تمام، اتجاه التفاعل بيكون نحو اليمين هيك. لكن
And this have larger acidity constant. الأسيد القوي له acidity constant عالية. لما يكون له acidity constant عالية إذا التفاعل راح يروح toward the right باتجاه اليمين وبقوة. Whereas weaker acid have their equilibria toward the left. ال weaker acid يعني الحمض الضعيف راح يكون اتجاه التفاعل أو الاتزان إلى اليسار. تمام؟ ليش have the smaller acidity constant؟ ال Ka إلو قليلة للحمض إيش؟ الضعيف. فبالتالي لما تكون Ka قليلة هذا يعني أن تراكيز المواد المتفاعلة النواتج قليل. إذا اتجاه التفاعل راح يكون لوين؟ toward the left. تمام. هلا بقول لك الأسيد strengths are normally expressed using pKa value rather than Ka value. هلا في عالم الكيمياء العضويه ما بنستخدم الكي اي للتعبير عن قوه الحمض والقاعده، شو بنستخدم؟ بي كي اي. هلا شو قصه البي كي اي؟ هذا البي كي اي هو ماينس لوغاريتم الكي اي، مثل لما نحكي انه البي اتش تساوي ماينس لوغ تركيز الاتش بلس، صح ولا لا؟ صحيح. اذا بي كي اي تساوي ماينس لوغاريتم الكي اي. بي كي اي تساوي ماينس لوغاريتم الكي اي. طيب شلون بده يصير التعبير؟ هلا احنا كنا نحكي انه اذا كانت قيمه الكي اي عالية فإن قوة الحمض عالية. إذا كانت بي كي اي قليلة قوة الحمض قليلة. طيب لما احنا نبدلها بوجود البي كي اي بقول لك stronger acid large Ka. A stronger acid large Ka has a smaller pKa. أي أن الحمض القوي له pKa أقل. And a weaker acid smaller Ka has a larger pKa. أي أن بنقدر نلخص إنه إذا ال pKa البي كي اي اذا بنقدر نلخص انه بي كي اي قليله معناته الحمض قوي، بي كي اي عاليه الحمض ضعيف، بي كي اي عكس الكي اي. هاي كلها ايش؟ التعريفات عن الحموض والقواعد عند برونستد وقوتها باستخدام الكي اي والبي كي اي. لاحظ الجدول التالي، قلنا بدنا نلاحظ ملاحظه مهمه قبل ما نطلع على الجدول. هسا اذا بنرجع على التفاعل، هون التفاعل الجنرال في عندي اسيد وفي عندي كونجوكيت بيس لإله، وفي عندي بيس وعندي كونجوكيت اسيد للبيس الى البيس. الان إذا كان الحمض قوي فإن قاعدته المرافقة ضعيفة، وإذا كانت القاعدة قوية فإن حمضها المرافق ضعيف والعكس. هاي القاعدة بنعرفها كلنا ولازم نطبقها أيضا هون. لاحظ في الجدول التالي السهم بيحكي لك كل ما نزلنا للأسفل stronger acid بتزيد قوة الحمض،
لاحظ سي اتش 3 سي اتش 2 او اتش الايثانول له بي كي اي 16، له قيمة بي كي اي كم؟ 16. الووتر 15.74، ال اتش سي ان اتش 2 بي او 4 ماينس سي اتش 3 سي او 2 اتش اسيتك اسيد اتش سي ال ناقص 7 ال بي كي اي ناقص 7، يعني رقم هائل بالنسبة لقوة الحمض. على عكس الايش؟ القاعدة المرافقة لهم، لهذول الاشياء، لهذول الاسيد في قواعد مرافقة، الكونجوكت بيس. الكونجوكت بيس عكس، اذا كلما كان الحمض قوي تكون قاعدته المرافقة ضعيفة. لاحظ السي ال ماينس قاعدتها المرافقة، هي قاعدة مرافقة للحمض اتش سي ال. حمض اتش سي ال اقوى حمض، سترونجر اسيد. اذا السي ال ماينس هي قاعدة مرافقة لهذا الاسيد، هي اضعف قاعدة كونها جاية من اقوى حمض. هاي التعريف البسيط تبع برونستد ولوري ديفينيشن. بدنا نحل كم مثال هون موجودين وسهلين ان شاء الله. لاحظ هون بقول لك السؤال which of the following is not a conjugate acid base pair. acid base pair يعني أي من الخيارات هو ليس conjugate acid base pair. أولا نجعل خيار A، في عندي ال H2O، نأخذ الخيار اللي من هون ونقيس عليه هناك. هلأ ال H2O إذا بدي أكتب تفاعلها راح تتفكك إلى شغلتين، تتفكك ال H2O إلى H H3O plus زائد OH minus. إذا المي إلها كونجوكيت أسيد وهو H3O plus وإلها كونجوكيت بيس OH minus. إذا هاي وهاي، اذا هم اسيد بير، اسيد بيس بير. اذا هاي مش الجواب، H2O H3O بلس اسيد بيس بير. H2SO4 لما نفككها بالماي راح يروح، هلا هي عندها اثنين بروتون هون، راح يروح منها بروتون واحد، فشو بصير؟ HSO4 ماينس. اذا هذول اثنين كونجوكيت اسيد بيس بير. ال O2 وال OH ماينس، هلا ال OH ماينس هاي لو حذفت منها البروتون هذا شو بصير؟ O2 ماينس. اذا هذول الاثنين شو؟ كونجوكيت اسيد بيس بير. اما NO3 NO2 في واحد فيهم بيمتلك H بلس لحتى احذفه منه؟ لا، اذا هذول ليسوا اسيد بيس بير. اذا هذا الجواب الصحيح. قاعدة مهمة وصغيرة، اذا بتاخذ واحد من هون، اذا بتاخذ الاسيد مثلا او البيس، خذ الأسد، هاي الأسد إذا طرحت منها H بلس شو بتعطيني؟ بيس. إذا ضفت عليها H بلس شو بتعطيني؟ أسد. إذا هذا هو أسد بيس بير كونجوكيت. تمام، نروح نشوف سؤال ثاني. لاحظ which is defined as a species that accept this a proton يلي هو برونستد لوري بيس، هو اللي بيكسب. اكمل التفاعل، لاحظ عندي هاي وعندي هاي، مين اللي عنده اتش؟ هذا الاتش اللي هون، هياته
هذا اللي عنده اتش. اذا هذا الاتش اللي هون هو اللي راح يروح عند الان اتش 3، لانه هذا الاسيد راح يعطي للبيس اتش بلس. هاي راح تكون سي اتش 3 او ماينس، والان اتش 3 بصير ايش؟ ان اتش ثري ان اتش فور بلس. سامحونا على الكتابة، هذا هو الخيار سي اتش ثري سي او او ماينس وان اتش فور بلس. اسئلة سهلة وبنعرفها من زمان. The conjugate acid، لاحظوا ان الكتابة خربانة، لل H2O is H2O، لا H3O بدون بلس، لا H3O بلس هي الصحيحة، OH ماينس برضه بتزبط. H2O بلس ما بعرف كيف الخيارات هون، لكن الصح H3. الكونجوكيت اسيد ها لحاله للماي هو اتش 3 او بلس. بكفي وبالتوفيق ان شاء الله لكم جميعا. باقي الاسئله حلوها. شكرا لكم.